اهلا بحضراتكم من جديد. طيب ما الجديد في بيان الوزاره واللي حمل الاتحاد المصري لكره القدم المسؤوليه في عدم استضافه مصر نهائي بطوله الانديه او على الاقل في عدم لعب النادي الاهلي المباراه في ملعب محايد. هل من جديد؟ ما فيش جديد. عادي يعني الاتحاد مسؤول مسؤوليه كامله عن هذا الامر وخطا فادح من اتحاد كره القدم المصري. ولكن بقى عشان ازيدكم من الحزن حزن امبارح كنت في قاعده كده وبالصدفه البحته جالي كل كواليس ما داخل الكاف وكان مفاجات مدويه بالنسبه لي انه الكاف كان ينتظر ترشح تقدم من مصر بطلب لاستضافه اللقاء تاني انه الكاف كان ينتظر طلب ترشح مصر لاستضافه اللقاء وانه كان هناك اتجاه داخل الكاف انه لو الوداد وصل ما وصلش الاهلي المغرب تاخدها لو الاهلي وصل ما وصلش الوداد تاخدها مصر يعني لظروف التنظيم و و او في ملعب محايد على اكثر تقدير يعني لكنه كان التوجه الاكبر وده اللي تبناه باتريس متسبي ان المباراة لا تقام في المغرب اهل وداد وانه اخر جدا الاعلان عن الدولة المستضيفة لانه حاول بقدر الامكان انه المباراة تذهب الى السنغال وانه بعد التصويت ان التصويت اللي حصل ده حقيقي فعلا وانه المغرب كسب التصويت 16/3 ده حصل فعلا وانه اخر اعلان النتيجه على امل انه يعمل جلسه ما بينه وفوزي لقجع وسنجور رئيس الاتحاد السنغالي ينسحب في الجانب المغربي والمباراه تذهب الى السنغال لانه بعد التصويت كمان. انا هنا بقول لك معلومات خلي بال حضرتك يعني لكن كانت المفاجاه لما حصلت القعده الجانب السنغالي واللي انسحب طبعا دي تدخلات بقى كبرى و... والناس كل واحد من حقه انه يسعى لمصلحه بلده ومصلحه فرقته كله بيسعى لمصلحه بلده ومصلحة فرقته انه مصر يبقى فريق منها هو بطل افريقيا سواء دوري الابطال او الكونفدراليه فالاخوه في المغرب اشتغلوا شغل قوي جدا 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 لان هم متقدمين بطلبات للتر... للترشح حاولوا يجدوا يجدوا اي مخرج عشان يبقى فيه منفذ يعني ايه آه طب آه شوف ايه طب آه مفيش عندك معاد المعاد اتقفل واتضح كمان ان هم يعني ايه كانوا بيوسطوا لهم ناس ما تتحركوا اعملوا حاجه مفيش خالص يعني لكنه المؤكد بنسبه 100% انه لو الاتحاد المصري كان قد تقدم بطلب لتنظيم او استضافه هذا اللقاء لما لعب اللقاء لا في الاهلي ولا في الوداد ولا تغير الموقف تماما والمؤكد بنسبه 100% سلك من الجانب الفني احنا اتكلمنا فيه ان احد اهم مسؤوليات او اسباب خساره الاهلي هذا اللقاء انها اتلعبت وسط هذا الجمهور المتحمس الشرس جدا بلا عدوانية للوداد المغربي المؤكد انه الاهلي لو لعب المباراة في اجواء اكثر هدوءا لتغيرت لا النتيجة لانه من وجهة نظر الشخصية يعني انه الاهلي كفته الفنية ارجح يعني رغم انه ما قداش المباراة دي بشكل كويس والمؤكد ان المتسبب الاول هو الاتحاد المصري لكرة القدم والمؤكد انه حدث كذب في هذا الامر طيب ايه اللي هيحصل في اللي جاي الوزارة عملت اللي عليها الوزارة عملت تحقيق وقالت انه المخطئ هو الاتحاد المصري كرة القدم طيب تمام ايه بقى اللي بعد كده اللي بعد كده دور الجمعية العمومية يعني النادي الاهلي من حقه ان ي... ان, أن ينسق مع الاندية وانه يسحب الثقة وارد جدا 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 مش النادر قالي بس اي حد في الجمعية العمومية يعني انا بتصور ان احنا مازلنا امام مفاجآت او احداث مش مش بعيدة قد تكون قريبة لكن هنشوف في الاخر ايه اللي هيحصل يعني لكن برضو رجع اسأل هو انتوا ليه ما تقدمتوش بطلب لتنظيم المباراة انا نفسي اسمع اجابه لانه اول ما النادي الاهلي عمل مؤتمر صحفي راح ترك هاتوا لنا بيان اتحاد الكوره اللي طلعوا رد على المؤتمر الصحفي بتاع النادي الاهلي رض يا ريت ردوا عليا قولوا اه او لا ف هاتوه بس لان اول ما الاهلي راح ترك قال له لا ده انت اللي كنت مسؤول ما استنوش يعني خلص المؤتمر راح رادد والاهلي كان مؤتمر في غايه الادب كان بيشرح كابتن محمود الخطيب كان بيشرح واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه فبدل ما ارفع ايدي انا عجبني جدا كابتن حازم امام بصراحه في مداخلته معايا امبارح يعني فبدل ما ارفع ايدي اقول انا اسف انا مخطئ انا بالفعل آآ عندي خطا آآ فادح وانا اللي تسببت لا انت السبب مسف في ايه يا عم طب اديني على الاقل حق الادبي يعني فاتمنى انه كل واحد يطلع بمسؤولياته واتمنى ان الامر يعني يبقى يبقى احسن من كده. وان احنا لما آه ندير ندير بشكل احترافي. حرام ان احنا نطلع من المولد بلا حمص، انا عايز اقول لك ان بطوله افريقيا تحت 23 المؤهله للاولمبياد المقبل، ان احنا نظمناها السنه اللي فاتت ولا من سنتين قبل الاولمبياد واللي كسبناها رايحه للمغرب. وان دي عندنا مشكله، انه منتخبنا اصلا مش موجود، واحنا عندنا اول مباراه في شهر ثلاثه. يعني بعد اقل من تسع شهور وما عندناش لا مدرب ولا عندنا منتخب ولا عندنا فريق فربنا يستر يعني يعني السنه دي الحقيقه بلا اي بطوله افريقيه والفاعل معلوم الا هل بلغت اللهم فشل